المهندسة فرحة زاهر الكندية، مدير مشروع تطوير منتجات المرأة الساحلية في سلطنة عمان. في الحقيقة الجائزة بالنسبة لي هو تحفيز كبير لي للاستمرارية والإبداع وتطوير منتجات المرأة الساحلية في بقية مناطق السلطنة. ومشاركتنا هذا العام عبارة عن خلق نموذج بيئي للمرأة الريفية الساحلية عن طريق إنشاء وتأسيس وحدة تصنيعية لتطوير منتجات المرأة الساحلية في سلطنة عمان.